تحت قيادة المدرب الوطني ماهر الشمري ومساعدي سلامة هادي وقريب فرح، يواصل فريق الكرة بنادي الجهراء تدريباته اليومية على استاد مبارك العيار استعدادا للموسم الرياضي الجديد، حيث انطلقت تدريباته في 15 من يوليو الماضي. طبعا شهدت المحترفين لحد الحين ما خلصوا، ان شاء الله يخلصون، ولجنة كورونا الاخوان ينظرون لاخوانهم في الاندية ان محتاجوا محترفين او مدربين، هذا الموضوع مهم عشان الامور تكتمل يعني. فما معقوله قربنا الدوري او قربنا الموسم يبدا ولحد الحين المحترفين ولا الاجهزه الاداريه الفنيه ما وصلت. هذا الموضوع يكمل عملنا وبالتالي يساهم في رفع المستوى اللي احنا هذا اللي نطمح له. بالنسبه للجهره تعاقدنا مع 5 لاعبين، تعاقدنا تقريبا مع 6 أو 7 لاعبين محليين، ان شاء الله يدون دورهم بكل اللي احنا متوقعينه. اللاعبين تم اختيارهم من قبل اللجنه الفنيه اللي هي الجهاز الفني، واخواني اعضاء مجلس الاداره بالنادي ما قصروا، وقعنا وياهم في واحد منهم، وقعنا وياه 2 اللي هو عمر زكري لاعب تونسي ناديه 3 الدوري، ومثل ما قلت لك تقريبا توقعنا مع 6 لاعبين باذن الله، ولاعبين النادي اللي موجودين الموسم اللي طاف اللي تقريبا وقفنا على مستواهم وصبرنا عليهم، وهذا واجبنا عليهم ان نصبر عليهم. الموسم القادم ان شاء الله نتطلع طبعا ان نكون في الدوري الممتاز في نهايه الموسم. استعداداتنا مثل اي استعدادات اي نادي، لكن استعدادات الموسم هذه يعني استثنائيه. مرينا بظروف السنه اللي طافت، الكل عارف شنو صار بنادي الجهرة. السنة هذه من بداية الموسم إن شاء الله أننا عازمين أن تكون استعدادات جادة، إن شاء الله عندنا معسكر بعد مباراة كأس الأمير إن شاء الله، أو بعد كأس الأمير عازمين قوة إن شاء الله. إحنا أخواني اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري أننا نكون صاعدين إن شاء الله الدوري ممتاز، ويرد الجهرة المكان الطبيعي بإذن الله. استعداداتنا حق الموسم إن شاء الله أنها تكون طيبة، بالإضافة إلى أخواني اللاعبين اللي جايين إعارة، نطمح ان نصعد الممتاز ان شاء الله، والقدام ان شاء الله الجهرة راح يكون بالممتاز، والامور ان شاء الله انها تبشر بالخير. معنوياتنا فل ان شاء الله، ومثل ما انت شايف الحضور والشباب وعلى قولتهم الفريق قلب واحد، كثر ما كان الفريق قلب واحد الفريق راح يمشي ويصعد، وان شاء الله استعدادات تكون 100%. واستقر النادي على 5 محترفين هم الماليين حامد ماريوس وجورجي، بالاضافه الى السنغالي اوسينا سيزار والنيجيري بولاقي سكين والتونسي عمر زكي، كما أبرم العديد من الصفقات المحلية بضم كل من فهد صباح لاعب الكويت السابق وسالم عيدان قادما من البرقان، ولاعب النصر السابق يوسف الرشيدي، وعايد خميس قادما من السالمية، بالإضافة إلى حارس مرمى كاظمة والسالمية السابق بدر صعنون. ومن المقرر أن يقادر الجهراء إلى تركيا في شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية مسابقة كأس الأمير لإقامة معسكر تدريبي لمدة 2 أسبوع. الله الحمد يعني تبشر بالخير، وان شاء الله يكون الجهرة غير ان شاء الله في هذا الموسم، خاصه يمكن ظروف الفريق ما سعفته انه يكون يعني هناك معسكر في الفتره الحاليه، لكن تاجل هذا الامر ما بعد ان شاء الله في كاس سمو امير البلاد، ان شاء الله راح يكون هناك استعداد قوي ان شاء الله بعد هذه البطوله، راح يكون هناك معسكر وان شاء الله راح نحدده فيما بعد ان شاء الله. وتعاقداتنا يمكن الجهرة دائما يبحث عن الافضل، لكن هناك يعني ما شاء الله مساعي كبيره في تعاقدات 5 محترفين بالاضافه الى لاعبين محليين، ان شاء الله راح يقدمون اضافه ان شاء الله للجهره، ويكون الجهره ان شاء الله في بدايه هذا الموسم ان شاء الله بدايه خير، وان شاء الله نكون في دائره المنافسه من ضمن البطولات المحليه ان شاء الله. يطمح ابناء القصر الاحمر بالظهور بالشكل المختلف عن الموسم الماضي والعوده من جديد للدوري الممتاز. سالم مرالة، القناه الرياضيه.